السلام عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الكلاب الالكتروني. تقليبات كويسة، حاجات فظيعة، اسعار ممتازة، بس اهم حاجة صلي على النبي قول عليه افضل الصلاة والسلام. بص عزيزي الغاوي، انا جايب لك بلاوي، يلا بينا. والناس هواة الابيض واسود، الناس اللي هي زي حالتي كده القديمة اللي بتغوى الحاجة الكلاسيك. ده كلب وورك لاين، المقاسات القديمة بتاعتنا بتاعت زمان بقى، اللي هو الكلاب اللي عارف انت اللي ترعرعت عليها من وانت صغير بتشوفها، هي الكلاب دي. كلب وورك لاين عنده 8 شهور عايل، الكلب مش شرس. نسبة كبيرة من الكلاب القديمة العالية قوي بيبقى شراستها مش قد كده، بس بترجع للغاوي اللي بيربي برضه. الكلاب بيبقى دمها حامي وما بتهبش، بس تحسه تقيل شوية في الشراسة. هو بتقليبه وحيثياته كلها احنا بنحبه زي ما هو، ولو مع غاوي فهمان قوي بيطلعه فعلا الكلب، بس مش بيبقى اللي هو المطروش، بيبقى كلب عارف انت اللي هو ايه، هنا دماغ، هنا كمبيوتر. ف ده اللي احنا بنحبه، ده اللي احنا بنحب نربيه. طبعا الجديد اكيد شديد وكل حاجة، لكن القديم برضو لسه محتفظ بالرونق الجميل، عارف انت يعني. مش كل الناس هتفهم، الناس الكبيرة شوية هي اللي هتبقى عارفة انا قصدي ايه على الجوهر بتاع التقليبات دي. الدكر ده كويس، الدكر ده برشحه جدا، روح استلمه عند دكتور يستاهل يدفع فيه فلوس. لو هو فعلا سنه 8 شهور على الحجم ده كويس جدا، كلب تقليبه حلو، سكة قديمة من الحاجات اللي فعلا ناس كتير بتحب تربيها والحاجات اللي انقرضت خلاص. ده داكر جيرمان، سكة حلوة برضو، كلب في تكة ميل، في ديل، في ماسك، في شعراية، اللي احنا بنقول عليه بالبلدي بلجيكي، بس هو كلب جيرمان يعتبر ميديم هير، في تكة ميل دمها خفيف، في ديل على عرقوب هيلمس الارض، عارف انت اللي هو ايه، كلب كويس، كلب كويس يعني. هو الدخل الدم بتاعه فيه شو لاين حلو، سعره 3000 جنيه، ما قاليش مكانه فين، لكن الكلب يستاهل. روح بص عليه، هو الكلب مش شرس على فكرة، روح بص عليه لو يلزمك خلص فيه. دي انت يا هاسكي صاحبها ما قاليش عايز فيها كام، بس دي سكة 1500 لحد 1800 جنيه. الكلاب الهاسكي لما يبقى شعرته ميديم، عينه زرقاء، ماسكه مظبوط زي النتايه دي كده، من 1500 ل 1800. لو شعرته اعلى شويه من 2 ل 2.5. الدكر طبعا بيبقى اغلى من النتايه بفرق 500 جنيه. في حاجات لقط، في حاجات لقط طبيعي، في حاجات لقط، بس في ملحوظه عايز اوضحها لك. لو انت هتشتري جرو هاسكي، مفيش هاسكي ودنه واقعه خالص، اللي ودنه ده واقع ده مش هاسكي، هو نفس الهاسكي، بس هو هاسكي داخله حاجة تانية. وانت بتشتري جرو هاسكي لازم يبقى ودنه واقف. نتاية هاسكي برضو، بس دي اللي هي البلوند او اللي هي الشوكلت، دي عندها 6 شهور وصاحبها بيتكلم في 2500. النتاية فيها تقليب كويس، شعرية حلوة، لون العين بقى اللي هو بيبقى لون جسمها، انما اللون ده لما بيبقى لون عينيه زرقاء ده بيزيده في السعر وبيزيده في التقليب، لكن لو لون العين نفس لون الجسم اللي هو اللون العسلي ده برضو ممتاز وكويس، انما لو لون العين في اللون ده اللي هو البني الغامق ده مش كويس قوي، يعني اللي هو بيبقى ايه، مش بيدي الشكل الحلو، يعني شكله مش بيبقى قد كده في او تقليبه يعتبر ضعيف شوية. تمام، فالنتاية صاحبها بيتكلم في 2.5، عندها 6 شهور كامل التطعيمات بالرخصة والدفتر وكل حاجة. لو عايزها تواصل معاها على الرقم اللي ظهر عندك دلوقتي. ده دكر جيرمان صاحبه عايز يجوزه مش للبيع، مكان الخصوص، تقريبا الخصوص دي تبع الجيزة ومحافظة الجيزة غالبا يعني. بص هو دكر كويس، في تقليد، في شعراية، في ماسك. طبعا الفيديو مش موضح حلاوة الكلب، الكلب عايز يعني كام صورة، انت صورت صورتين حلوين، بس الفيديو كان محتاج ان الكلب يبقى مربوط في الشمس وانت تنزل على مستوى الكلب وتصوره فيديو حلو.
الكلب هتلاقيه واقف مرسوم وشكله حلو ويشد العين، انما الفيديو ده هو كويس، انت يعني جهدك اكيد مشكور، بس يعني في احسن من كده. عموما الله ينور، والكلب معروض للجواز، واللي عايز يجوز يتصل عليه، الرقم متاح دلوقتي عندك. ده ذكر شيتزو تقريبا، او شيتزو على جريفون، هو صاحبه عايز فيه 1000 جنيه، بس هو الهيئة وكل والتقليب هو شيتزو. شيتزو حاجة محترمة يعني، هو تقريبا ب1000، والكلب مستواه كويس، وما قاليش يعني، هو للأمانة ما قاليش سعره كام، بس أنا افترضت 1000 جنيه. هو أكيد الشيتزو أغلى من كده، بس اللي بيربي زينة وبيطلعه بيبقى يعني، عارف انت الكلب ده كويس قوي يعني، الكلب ده يتفرخ على النوت هيطلع لك دباديب حرفيا، بس يتفرخ بس يعني، انت فرخه واتفرج على الدباديب اللي بتطلع. الكلاب دي بتبقى كويسة قوي، تديها جريفون تديك حاجات حلوة، تديها بكينوا تديك حاجات حلوة، الشيتزو بالذات تديله اي حاجة يطلع لك احلى ما فيها، تمام، خصوصا لان هو شعرته اوفر لونج هير، فهو ده بيطلع حاجات حلوة، زي ما قلت لك اللي بيطلع زينة بيبقى اللي هو غاوي وخلاص بقى اتزهق من الشعر واتخنق والكلب مش جاي معاه فبيطلع. الدكر ده انا مش واخد بالي هو بوكسر ولا بيتبول، يعني تحسه ايه، هو كلب جسمه يعني الفخذ كده من ورا ده فخذ بوكسر، اللي هو الوسط الرفيع ده والرجل النازله دي الطويله بتاعت بوكسر، وشه جمجمته شامه من البيتبول سيكا، فاللي هو يحيرك يعني. بس هو انت تقول عليه بوكسر، هو في العادي تقول عليه بوكسر، بوكسر بس بوزه منطور سيكا، فطبعا اللي بينطر البوز بتاع البوكسر هو البيتبول، لما بتخلط ده على ده بيديك ده. وفي بوكسر بيبقى في بوز سنة بس بيبقى في ستاير، يعني في ستاير اللي هو بيقولوا عليها شلاطين، تمام. ف ايا كان هو للبيع او للجواز، لو عايز اي حاجة تواصل معايا من خلال رقم التليفون. في حد من حبايبنا عايز حاجة ب1000 او 1500، ده دكر عامل 1500، دكر جيرمان عنده سنة وشهرين، شراسة 50%، كلب حجمه كويس، ماسكه حلو، أنا شايفه ممتاز بصراحة، وألوانه مقفولة، كلب فيه تقليب حلو وحجمه كويس، وده يعني اللي هو إيه، 1500، أنت بتتكلم في 1500، فالتقليب ده وبالسعر ده كويس جدا. مكان المنوفية حتة اسمها بركة السبع، لو عايز الكلب رقمه عندك للتواصل. بص بقى، ده الراجل الطيب ده بعت لي كذا كلب جيرمان وجرو بيتبول. بص للأمانة هو كان قايل أسعار هي شوية، أنا شايفها شوية عالية، فمش عارف، وكلاب كتير قوي يعني، بتاع مثلا 5 نوتي ودكرين وجرو، 8 كلاب، فأنا مش عارف برضو إيه الدنيا فيها ايه. اهم حاجه، عشان اخر مره حد بعت لي كلاب كتير كده طلع ان هو ايه نصب على ناس وبتاع، فخليك حذر، انا ما اقصدش ان انا اعيب في الراجل او اقول عنه كلمه وحشه او حاجه، انا بس بحذر الناس ما تبعتش جني لحد قبل ما تمسك حاجتك في ايدك، مهم قوي، ما تبعتش جني لحد، جني واحد ما تبعتوش، ما تطلعش فلوس لحد لما تشوف حاجتك وتمسكها في ايدك كده وتطمن اه هو ده اللي انا عايزه، اذا ادفع، ما تدفعش مليم لحد كده. لو هو بعيد عنك ما تروحلوش، لو مش عايز انت تروح ما تروحلوش، اللي هو ما تسألش حد ان هو يشحنها لك الحاجة، ما هو شحن يعني انت لازم تدفع، لازم تدفع مقدم، هيشحنها لك اتفقتوا خلاص وهي دي الحاجة، يبقى تخلي الدفع شركة شحن، مش اي حاجة، مش عربية، مش الكلام ده، شركة شحن، وتوفر لك حاجة اسمها الدفع عند الاستلام، غير كده لا، بعد اذنك يعني، عشان ما نتعرضش يعني. في حد كان بيقول لي المتابعين بتوعك طيبين، ممكن يدفع وبعد كده تبقى الحاجة تجيله، فالموضوع الطيبة ده قرصكوا كتير يعني، من موضوع قبل كده فات، في ناس اتقرصت في فلوس بسبب ان هو طب ابعت لي جزء من المبلغ عشان احجز لك الكلب، طب مش عارف ايه. مع اننا بالكلام ده كله خلينا في حاجه، الراجل الطيب ده هو عنده نوتي، في نوتي فرخت، في نوتي لسه ما فرختش، في نوتي شغاله، فهو معاه 5 نوتي، دي واحده منهم، وعنده دكرين فيهم، واحد شرس شورت هير كده وشه فاتح، ودكر
خشن شوية، وعنده دكر بيتبول. الأسعار بقى صديقي، أنت بتتكلم في أسعار برضو، يعني عارف أنت أسعار عالية شوية. يعني هو بيقول لي الدكرين ب 14 ألف، ده دكر مثلا، ده دكر ماشي كويس، هو عايز ياكل وعايز ياكل، محتاج ياكل أكيد، الكلب شكله إيه شوية خاسس، بس يعني ده مش بالمبلغ اللي انت كنت قايله. يعني حاول شوية تظبط الأسعار. الجارو ده بيقول لي ب 3، الجارو حلو وبلو، لونه حلو وتحفة وكل حاجة، بس مش ب 3. يعني برضو ظبط الأسعار شوية. احنا كنا عارضين جراوي في الفيديو اللي فات، الناس اللي متابعة، لا في جراوي حلوة بأقل من كده، وكانوا جراوي سنها أصغر، بس في بألف وفي بألف ونص وفي باتنين وباتنين ونص، وفي قابل للتفاوض كمان. اه ده سنه اكبر، عدى يعتبر سن الخطر، كلب مستوى حلو وكل حاجة، بس يعني كسر مع اخواتك شوية عشان الدنيا تمشي. دي تقريبا برضو انتهى من النوتي اللي عنده. دي انتهى، دي تبعه ولا مش تبعه؟ والله يعني انا ممكن اكون دخلت حاجة في مكان حاجة، بس تقريبا دي مش تبعه. لا المهم، هو اللي فات كله تبعه، النتايج دي لا مش تبعه، النتايج دي كانت في واحد كان باعت لي كلاب تاني. المهم اللي انت عايزه، هو عنده الراجل 5 نتايات وعنده دكرين فيهم دكر شرس بتاع حراسة، عنده جرو اللي هو البيتبول البلو. شوف الأسعار، ظبط أسعارك يا صديقي عشان الناس عايزة تشتري، فاللي عايز يشتري انت خليك متسائل معاه. زي ما قلت لك، أي حد من اللي عايز يشتري الدفع عند الاستلام، اشوف حاجة تمسكها ابقى ادفع. في نهاية الفيديو عايز اقول لك صلي على النبي بعد اذنك، قول على افضل الصلاة والسلام. ما تعملش لايك ولا شير ولا كومنت ولا الكلام ده، اهم حاجة ان انت تصلي على النبي. لو عوزت اي حاجة اخوك تحت امرك، معاك رقم الواتساب. لو اتأخرت عليك اعذرني، لان انا اكيد هبقى مشغول في شغل او مشغول في حاجة في البيت. المهم يعني هبقى مشغول في حاجة اكيد مش اهم منك، بس هبقى يعني الدنيا بتاخدني شوية، فاعذرني لو انا اتأخرت عن اي حد في اي حاجة، واي حد شايف ان انا مقصر في حقه انا اسف وعلى دماغي من فوق. وان شاء الله باذن الله، انا لو ملاحظين انا بقالي هو 3 فيديوهات شوية بحاول اواظب على قد ما اقدر، علشان محدش يزعل، وعلشان في ناس بتقول لي يا عم انت فين، انت الفكرة بتاعتك غيرك بينفذها وانت ما بتنفذهاش وما بتعملهاش ومش عارف ايه، وانت اللي بادئ الموضوع. فالموضوع اي حد عادي ممكن يعمله، والفكرة جات لي واتعملت واتهرست في 900 حاجة. بس الفكرة في ايه بقى؟ ان احنا عايزين نطور شوية، في تطوير شوية ان شاء الله جاي، بس محتاج شوية فترة كده عشان اظبط شوية حاجات. وبرضو لو انت عايز تبيع كلب او جرو، اهم حاجة بعد اذنك صوره كويس عشان اشوفه، عشان اعرف اتكلم عنه، حتى عشان يوضح بالنسبة للي عايز يشتري. انت مش هتشتري حاجة وانت مغمض، فبالتالي مش هتشتري حاجة وانت شايفها مش واضحة. فاهمني؟ اللي انت الحاجة طول ما هي وضحت، طول ما انت تعرف تشتريها. اسف للاطالة، يعني كلكم حبايبي في الله واخواتي، وصباحكم فل، والسلام عليكم.